وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم قناة أجيال أندلس. النهارده معانا عاجل اهوت فتح تسجيل رغبات المرحلة الثالثة للتنسيق لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة. الآن اهو فتح منذ قليل موقع تنسيق الجامعات التابع لوزارة التعليم العالي واستقبال رغبات الطلاب الناجحين بالدور الثاني للثانوية العامة. وافق دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي على فتح باب تسجيل الرغبات للطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني. ألف ألف مبروك لهذا العام 2018 بالجامعات اعتبارا من يوم غد الخميس الموافق 30 أغسطس الجاري وحتى يوم الاثنين المقبل الموافق 3 سبتمبر المقبل. يعني هيبتدي من يوم الخميس وجمعة وسبت، تمام، وحد ويوم الاثنين إن شاء الله يتقفل تقريبا الساعة 6 مساء. وقالت الوزارة في بيان لها أن الحد الأدنى لتقدم هؤلاء الطلاب على موقع التنسيق يبلغ 205 درجات بنسبة 50% طلاب الشعبتين العلمية والأدبية. 50% طلاب الشعبتين العلمية والأدبية بإجمالي على طلاب 125,167 طالب وطالبة، مطالبة الطلاب بضرورة مراعاة مواعيد محددة لتسجيل رغبات وعدم التخلف عنها. إن شاء الله نسيب الموقع تحت في الوصف في صفحة أجيال أندلس أو مدونة أجيال أندلس. هنشوف اول المرحلة الثالثة للتنسيق، نضغط هنا كده بيدخلك على الموقع مباشرة. هنشوف، أيوة، وبعدين تسجل رغباتك، أيوة كده أهو. شوف بس واحدة واحدة معانا. المرحلة الثالثة للتنسيق الجامعات 2018، تعرف على مخطط الزمن والحد الأدنى ورابط وتعليمات التقديم والكليات المتاحة. هنا بدأ موقع التنسيق الإلكتروني استقبال رغبات الطلاب المرحلة الثالثة من التنسيق باقي الناجحين للثانوية العامة على أن تستقبل المعامل بالجامعات اليوم هؤلاء الطلاب إن شاء الله ابتداء من يوم الخميس. هذا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب القبول أمام باقي الناجحين في الدور الأول اللي هو المرحلة الثالثة يعني. خلاص للكليات المتاحة والكليات وأكاد الوزارة كل ده دخلنا على رابط التنسيق على طول إن شاء الله، بحيث ان انت تسجل رابط التسجيل هنا اهو، تدخل هنا كده اللي هو التسجيل في الموقع الوزارة. هنا اهو يا جماعة هتبتدي تسجل، تختار مصدر الشهادات اللي حصلت عليها، تجيب هنا كده مدارس الثانوية العامة مثلا، ويجيلك رقم الجلوس بتكتبه ورقم السري، وبعدين بتنفذ كل المطلوب منك ده. ألف مبروك للجميع، إن شاء الله تدخلوا كليات تكون كويسه وتحدد لكم مستقبل احسن. اشترك في قناه اجندز حتى تصل لك كل جديد ان شاء الله، وانشر الفيديو حتى تعمل فائده، ويا ريت تبلغ اصحابك ان باب التسجيل بدا عشان الوقت محدود لغايه يوم الاثنين ان شاء الله. يا ريت تخلص بدري عشان تقدر تكمل. كنت عرفت معلومه ان اللي كان في ناس عاوزه تغير او اللي هو التنسيق بتاعها اللي هو بتوع المرحله الثالثه ممكن يعمل تعديل، يدخل بياناته كل حاجه ويعمل تعديل بحيث اللي تجيله التعديل النهائي ان شاء الله. اشترك في القناة حتى تصل لك كل جديد، وانشر الفيديو حتى تعم الفائدة، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك. في امان الله. كان معكم أسامة رزق مؤسس أجيال أندلس وقناة البيت بيتك. في امان الله. اشترك في القناة وفعل زر الاشعارات، وايضا لا تنسى دعمنا بلايك.